يعني أعتقد السيد الصدري راهن على قوة تفتقدها بقية القوى السياسية الأخرى المنافسة. هو رمزيته الدينية ورمزية التيار الصدري ورمزية الشارع، هو اللي أعتقد أنه أكثر قوة فاعلة على الشارع، وهذه ما أعتقد يختلف عليها حتى خصومه، واستغلها تكتيكيا في الكثير من المواقف. الآن هو يحاول استثمارها على المستوى السياسي. أعتقد السيد الصدر جاي يدخل نفسه في تحدي ما معقولة، ما عنده مشروع. يعني هذا من السذاجة أن نعتبره أنه كل خطوة يخطوها من دون أن يكون هنالك حسابات تختصر فقط على تنحية الخصوم. عندما يريد أن تكون حكومة أغلبية، فبمعنى أنه هو من يتصدى لهذا الموضوع. الأطراف الأخرى إذا منتبه طوال الأيام الماضية حاولت أنه تضغط بكل طرق، والظاهر أنه لم تصل إلى نتيجة، وحاولوا إدخال يعني أكثر من طرف، من بيناتهم يعني مكتب السيد السيستاني، حاولوا إدخالهم على الطرف من خلال أحد المقربين بإبعاث رسالة أنه يجب أن يتدخلوا لإعادة ترتيب البيت الشيعي، لكنهم رفضوا هذا التدخل وقالوا هذا الموضوع لا يعنينا. الجانب الثاني، هنالك حديث على أن قوى الإطار باتت تتقبل هذا الواقع، ولذلك ما يشاع أو تم تداوله بأروقة خاصة وتناقل، لا أعرف مصداقيته ولكن هو معلومة مهمة، أن حتى قوى الإطار باتت تطرح خيارات أمام التيار، أمام الصدر تحديدا، بأنه أمام خيارات، أما يتشارك معهم بالوزارات، وأما يدخلوا بتحالف أنه بعنوان الكتلة الأكبر، ويتفقوا على تسمية رئيس وزراء توافقي فيما بينهم، ومن ثم يحصلون حصة الإطار تكون أحد الوزارات السيادية، أو الخيار الأخير أنه إذا أراد أن يشكل الحكومة فليذهب وحيدا ويتحمل جميع النتائج.